حلقات كتير، بس اخترنا لكم نوع الكبير فينا بيحبه والصغير فينا برضو بيحبه. النهارده عامل لكم دونس محشي. محشي ايه؟ ما تيجي نشوفه محشي ايه. في بول هنحط كوبايه حليب دافي، نص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه سكر، معلقه خميره، نضربهم كويس، بيضه، رشه فانيليا، نضربهم كويس وننزل الدقيق بالتدريج لحد ما العجينه تلم، رشه ملح، هنحط شويه دقيق لحد ما العجينه تظبط معانا، وبعد كده ايه نحط الزبده، ربع كوبايه زبده، ونعجنها حوالي ربع ساعه. بعد ما عجناها حوالي 10 دقائق ربع ساعه هنسيبها تخمر حوالي ساعه لربع ساعه، بعد كده نيجي نعمل الدونتس كده. انا عايز سمكها يكون يدوبك حوالي سنتي كده. احنا قطعنا وستطلع بالشكل ده، يدوبك السمك حوالي ايه سنتي. نغطيها حوالي ربع ساعه تخمر تاني كده. بعد ربع ساعه هي خبرت فطلعت معانا بالشكل ده، يعني انا عايز اوريها لكم تمام. فانا مسخن زيت سخن جدا وهنزل واحده واحده، ودلوقتي الدونالدز خلص وطلع وبرد، ودلوقتي هنبدا نحشيه شوكليت او فراوله. نفتحها من هنا، نديها ايه تسليكه كده صغيره من جوه عشان الحشو ايه يخش في كل حته. نجيب شوكليت كده ونبدا ايه نحشيه من جوه كده تمام. احنا كده حشينا الفراوله وحشينا الشوكولاته، فهعمل شويه كده ايه على جنب سكر بودره تمام، وده هخليه صوص شوكليت، دي نوتيلا وشويه وايت شوكليت. وكده احنا خلصنا حلقه الدونتس، ويا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم جربوها في البيت. وطبعا مستني رايكم جدا، اهي كل التفاصيل قدامكم. فيا رب لو عجبكم تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تبصوا على الصفحه بتاعتنا على اليوتيوب والانستجرام والموقع بتاعنا الوصفه.com. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامة. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.